أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. مرة يعني بعد أخرى يتولى ناشطون عراقيون إطلاق حملات لإنقاذ العراقيين من مواجهة كوارث مدمرة، وما أكثرها منذ عام 2003 وحتى اليوم. اليوم نقرأ عن محاولة العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يطلقون حملة لمواجهة الجرائم الطائفية التي تستهدف مناطق حزام بغداد الشمالي تحت وسم الطارمية أهلنا. تهدف طبعا هذه الحملة إلى فضح العمليات الممنهجة التي تمارسها الميليشيات والقوات الأمنية الحكومية، وتحريضها الطائفي ضد المواطنين، ضد أهالي هذه المنطقة، بهدف تهجيرهم، بهدف النيل منهم. والحديث عن الطارمية طبعا ليس حديثا جديدا، منذ سنوات عديدة، ربما منذ بداية الاحتلال حتى الآن، الطارمية ومناطق حزام بغداد عموما تتعرض إلى حملات كبيرة جدا جدا من قبل الميليشيات والقوات الحكومية لتجريفها، ليس فقط من زرعها كأرض زراعية، لكن تجريفها من أهلها، من سكانها الحقيقيين. هذه قضية كبيرة جدا جدا، وقضية تدخل في إطار التغيير الديموغرافي الذي تسعى إلى جعله حقيقة واقعة في حياة العراقيين وفي حياة العراق كجغرافيا وسكان الميليشيات هذه الإيرانية. هو طبعا بمساعدة القوات العسكرية، القوات الحكومية خلال هذه السنوات، وبحجج عديدة طبعا، مرة لمكافحة الإرهاب، مرة لتأمين المنطقة، ومرة أخرى يعني من أجل سلامة ساكنيها. وهذا الموضوع يعني يضحك ويبكي أهل المنطقة، وهم يتساءلون يعني في حيرة من أمرهم، كيف يمكن تأمين سلامتنا بقتلنا وتهجيرنا عن بيوتنا وأرضنا؟ هذه مأساة كبيرة. طبعا طالما تعرضت هذه المنطقة، منطقة الطارمية، إلى قطع كل وسائل الحياة التي ترتبط بالمواطنين من الماء والكهرباء والتنقل والحياة لأشهر عديدة، ربما يعني من المآسي الكبيرة اللي حصلت في هذه المنطقة أن الكثير من المرضى قضوا ولم يستطيع أهلهم نقلهم إلى المستشفيات أو المراكز الصحية أو حتى جلب الأدوية لهم. كانت السيطرات الميليشياوية والسيطرات الحكومية تمنع الحركة لأشهر عديدة بحجة متابعة الإرهابيين، بحجة وجود قلاقل في المنطقة هكذا، وهو الغاية منه تغيير ديموغرافي. الكثير من الناس تعرضوا إلى الأذى، فقدوا أبنائهم، آبائهم، نساء، اعتقالات، قتل، قصف كثير. طالما طوقت هذه المناطق وقصفت حتى بالمدفعية، اضطروا كثير مئات من العوائل إلى الهجرة عن المنطقة بحثا عن مناطق آمنة أخرى. البعض منهم ذهب إلى الشمال، بعض منهم ذهب إلى مناطق أخرى، وتركوا بيوتهم وأهلهم ومالهم عرضة للنهب والتجريف. هذه الحقيقة، الحقيقة يعني تحت هذا الضغط الإجرامي تحولت منطقة الطارمية إلى مأساة، يعني مأساة إنسانية حقيقية وغير قابلة للنهاية مثل ما يرى أهلها. الأمر اللي دفع الكثير منهم إلى الهجرة مثل ما قلنا، تعرضوا للخطف، للقتل، خوفا على أبنائهم. المنطقة بعض يعني القضاء بعض مناطق قريبة من الشارع العام يعني الرابط بين بغداد وسامراء، كمنطقة المشاهدة وغيرها، تعرضت إلى الكثير من الضغوط والقتل والنيل من أهلها والاعتقالات والخطف لأهلها، وكثير لغرض إجبارهم على الهجرة من هذه المنطقة. واضطروا فعلا مئات العوائل من هذه المناطق إلى ترك بيوتهم وترك أملاكهم وأراضيهم. الناجون من هذه المأساة يتحدثون، كثير منهم يتحدثون عن حجم الصعوبات التي يلاقونها من جراء تأمين حياتهم وحياة عوائلهم. حتى يعني المواد الغذائية لا يستطيعون إيصالها في كثير من الأوقات إلى عوائلهم. وطبعا تحدثنا عن المرضى ووفاتهم، مستشفى واحدة بائسة قطعت عنها كل الإمكانيات لكي من يذهب إليها لا يستطيع العلاج ويموت فيها.
هذه مسافة طارمية تعيدنا، تعيد الأذهان، صور مآسي كثيرة. طبعا المأساة الأولى التي يراد لها أن تكون نموذجا يسقط على كل مناطق حزام بغداد هي جرف الصخر، يريدون إسقاطها على منطقة الطارمية، يريدون إسقاطها على المدائن وعلى أبو غريب وعلى اللطيفية وغيرها من مناطق. يعني أقضية حزام بغداد تعرضت الكثير من المآسي وعمليات التغيير الديموغرافي باللطيفية، باليوسفية، بأبو غريب، بالمدائن، بجرف الصخر. هذه مأساة كبيرة، هذه أي مأساة يعيش أهل العراق في ظل حكومات الميليشيات التي تسعى إلى تخريب كل شيء وإلى جعل العراق بغير صورة. ولعل الدعوات التي يطلقها العديد من الميليشياويين من الطائفيين، ما يسمى هذه الدعوات الآن التي تسمعها، ما يسمى بتحويل الطارمية إلى أرض منزوعة السكان، وأعيد هذه العبارة، أرض منزوعة السكان. هل هناك في العالم حكومة أو قوى سياسية تتحدث عن هكذا موضوع؟ أرض منزوعة السكان الغاية منها تهجير سكانها منها، تحويل ديموغرافي واضح، تغيير ديموغرافي واضح. هذا يعبر عن التوجه الطائفي، التوجه البغيض والتعامل اللا إنساني مع العراقيين مهما كانت ديانتهم، مهما كانت مذاهبهم، مهما كانت. هذه العملية شهدناها ضد المسيحيين وضد السنة وضد كل المكونات العراقية. هذه الميليشيات تسعى إلى تخريب العراق وتحويله إلى تابع ونموذج لإيران كيفما تريد. تريد أن تحول العراق إلى أرض جرداء، غايتها كلها أن تكون أرض تستفاد منها إيران لاقتصادها ولمعاركها مع الآخرين. مع الأسف الشديد الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لحد الآن لديها منهج للتغيير الديموغرافي الطائفي المقيت الذي يطبق على العراقيين. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير والسلام عليكم.